الرد على لماذا لم يؤمن يوسيفوس بالرب يسوع المسيح. الموضوع باختصار شديد الشبهة. في شهادة تاريخية قالها يوسيفوس بيشهد فيها على أعمال المسيح المعجزية وعلى صلبه وعلى الإيمان بقيامته. كويس؟ الشهادة دي قوية جدا. بيحاول يهاجموا فيها بأي شكل الملحدين والمسلمين وأعداء الإيمان أسجنال. فلأنها شهادة قوية فحاول يقولوا التالي عشان يشككوا فيها بعد ما العلماء درسوها وأثبتوا أكشولي هي كلام يوسيفوس ولغته وتعبيراته. فيقولوا التالي: يتمسك المسيحيين بشهادة يوسيفوس المحرفة، وهو بيحاول يفرض علينا المشككين هذا الكلام، هي مش محرفة، هي أثبت أنها صحيحة. ولكن من يفكر سيعرف فيهم، يعني في المسيحيين، سيعرف أنها محرفة، لأن لو بالفعل قال يوسيفوس هذا الكلام عن يسوع فلماذا لم يؤمن به؟ واعتبروا كده بدليل منطقي حاجة من الاثنين: يا مسيحيين، يا شهادة يوسيفوس محرفة، يا إما لو ما كانتش محرفة كان آمن بيها، وطالما ما آمنش كان آمن بالمسيح، وطالما ما آمنش مسيح يبقى دي شهادة محرفة. آدي اللي بيعملوه الإخوة الأحباء المشككين. الرد: هو من فين جه المشككين بتأكيد أن يوسيفوس ما آمنش بالرب يسوع المسيح حتى لو في نهاية حياته؟ جابوا من فين التأكيد؟ دي تسمى مغالطة منطقية، هو الاعتماد على ما لم يذكر أو ما لم يعرف. أنا عن نفسي لا أؤكد ولا أنفي، لا أعرف إذا كان يوسيفوس أصبح مسيحي ولا إذا كان ما أصبحش مسيحي. أنا لا عندي لا دليل واضح على الإثبات ولا دليل واضح على النفي، فأنا أقر بذلك. لكن المفروض المشككين نفس الأمر، هم بيأكدوا من فين أنه هو لم يصبح مسيحي على الإطلاق، بل يوصلوا لدرجة أن يستخدموا ده في نفي أصالة المقولة بتاعته اللي بتشهد على تاريخية الرب يسوع المسيح وأعماله وصلبه وقيامته. أولا، موضوع مصداقية شهادة يوسيفوس دي مؤكدة، وقدمتها في كلام يوسيفوس وشهادته عن صلب المسيح في الرد. هل كلام يوسيفوس وشهادته عن صلب المسيح محرف؟ وجبت تحليل لغوي للعلماء لهذه المقولة وإزاي إن هي فعلا لغة يوسيفوس وتعبيرات المميزة، بالإضافة للمخطوطات المختلفة اللي فعلا لكتابات يوسيفوس الموجود فيها هذه المقولة، ولتؤكد على وجود الرب يسوع المسيح تاريخيا وفعلا حقيقة معجزاته اللي شهد عنها الجميع وصلبه وموته وخبر قيامته. وأيضا أشرت إليها في ملفات هل المسيحية تم اختراعها بعد كتابات يوسيفوس، وأيضا في نقاش حول تاريخية الرب يسوع المسيح وهل شخصية حقيقية أم أسطورية اخترعها يوسيفوس لأجل الرومان. فالعايز يتأكد من أصالة ما قلته يرجع للملفات السابقة، وخاصة الملف ده اللي شرحت بشيء من التفصيل، وقدمت تحليل لغوي كامل من العلماء يؤكد أن شهادة يوسيفوس صحيحة. فده مش مجالي هنا. شهادة يوسيفوس عن صلب المسيح والمقولة اللي قالها يوسيفوس دي قاطعة انها صحيحة، قالها يوسيفوس فعلا. هنا اركز فقط على محاولة نفي كلامه بحجة ان هو ما امنش بالمسيح. فزي ما قلت، ما هو الدليل على ان يوسيفوس ليس مسيحي او يهودي ابيوني امن بعناصر كثيرة للرب يسوع المسيح ولكن لم يرد ان يصرح بذلك؟ انا ما اعرفش. أو حتى لو مش مسيحي ولا أبيوني لكن مؤرخ بيذكر الأمر المنتشر بحيادية، فقد يكون يهودي رافض للمسيحية وقابلها في نهاية حياته، ما أعرفش. لكن إيه ظروف يوسيفوس نفسه عشان نعرف؟ وهل يوسيفوس لو كان آمن كان حيعلن إيمانه؟ لا، هنلاقي القصة مش سهلة بالنسبة ليوسيفوس. يوسيفوس كان مكرم في روما من الرومان، والمسيحية في الزمان ده في نهاية القرن الأول ده كان الاضطهاد شد قوي، المسيحية مرفوضة من الرومان وبشدة. ده عائلة فلافيوس خلت يوسيفوس مكان ترقية جدا، فده قد يكون سبب من أسباب اختفاء يوسيفوس إيمانه بالرب يسوع المسيح أمام الرومان. هل هو أول واحد عمل الموضوع ده؟ لا، فيه كتير. نيقوديموس مش في البداية كان بيخفي إيمانه بالمسيح؟ يوسف الرامي مش قال لنا كتاب في الخفاء؟ فقد يكون يوسيفوس أشار للمسيح إشارة عابرة في نهاية حياته، ووقتها كان بدأ يؤمن بالمسيح، ما نعرفش.
ليه؟ لأنه المقولة اللي قالها يوسيفوس في كتابه في نهاية حياته، يعني لأنه كتب كتاب الحروب وبعدها، وده كتاب الحروب تقريبا انتهى منه سنة 78، وبعد كده بدأ يكتب كتاب الأنتيك اللي انتهى منه سنة 94 ميلادية قبل بوفاته بسنين قليلة. وكتاب الأنتيك ده هو كتاب من 20 فصل، الإشارة عن الرب يسوع المسيح جت في الفصل 18، يعني كمان قرب نهاية الأنتيك اللي انتهى من كتابته قبل ما يتوفى. فده يوضح انه احتمال، ما عندناش دليل تأكيدي ولكن احتمال وارد. فزي ما هناك من أصبحوا تلاميذ للمسيح ولكن أخفوا إيمانهم فقد يكون زيهم، زي ما قلت يوسف الرامي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسيفوس، وكان هو أيضا تلميذ ليسوع في إنجيل متى 27-57. ثم يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ ليسوع ولكن خفي لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. فيوسف الرامي كان بالخفية، ما كانش بيعلن أنه هو تلميذ ليسوع. مش يوسف الرامي، أيضا نيقوديموس، وجاء أيضا نيقوديموس وده اللي كان بيجي للرب يسوع المسيح ليلا زي ما جاء في إنجيل يوحنا 3، الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا في إنجيل يوحنا 19-39. فمرة تانية لا أؤكد بطريقة قاطعة ولا أنفي، معرفش يوسيفوس آمن بالرب يسوع ولا لا، فهو ما أعلنش أنه لا آمن ولا ما آمنش، لكن في احتمالية أن يكون آمن. ليه؟ لأن الظروف ما تنفعش أنه كان يعلن عن إيمانه، أو قد يكون تقلب في تفكيره. فدراسة شخصية يوسيفوس توضح أن يوسيفوس ممكن يغير تفكيره. فباختصار تاريخ يوسيفوس، هذا المؤرخ الشهير المهم اللي هو يوسيفوس فلافيوس، واللي اسمه ده باللغة اللاتينية أو يوسيبوس باللغة اليونانية يوسيفوس، أو باللغة العبرية الأصلية هو اسمه بالعبري يوسف ابن متتياهو، ده اسمه يوسف بن متتياهو. هو عاش تقريبا من سنة 37 ميلادية لغاية سنة 100 ميلادية، كان أديبا ومؤرخا وعسكريا يهودي الأصل، حصل على الجنسية الرومانية، عاش في القرن الأول الميلاد، اشتهرت كتاباته التاريخية عن منطقة يهوذا والتمرد اليهودي على الإمبراطورية الرومانية، واللي تلقي الضوء على الأوضاع والأحداث في فلسطين خلال القرن الأول الميلاد في حين انهيار مملكة يهوذا وظهور الديانة المسيحية والتغيرات الكبيرة اللي حصلت لليهود وفشل التمرد وغيره ودمار الهيكل. فيوسيفوس فلافيوس اللي هو اتولد سنة 38 ميلادية أو 37-38 ميلادية باسم يوسف ابن متتياهو، اتولد في مدينة أورشليم لعائلة كهنة يهودية، يعني من عائلة النخبة الدينية اليهودية. أمه كانت من نسل الحشمونيين اللي هم كانوا ملكوا على يهوذا لغاية سنة 44. تلقى يوسيفوس التعليم الديني لما كان في 19 من عمره، انضم إلى شيعة الفريسيين اللي هي واحدة من الأساسية الموجودة عند اليهود. وبعد كده سافر يوسيفوس إلى روما، عاش في روما عدة سنين، درس هناك، رجع إلى يهوذا، انضم إلى منظمي التمرد على الإمبراطورية الرومانية، وعين قائد منطقة الجليل من بين منظمي التمرد. مال يوسيفوس إلى اتجاه معتدل، اتجاه المعتدل ده ضايق المتعصبين والمتطرفين، القادة المتطرفين زي يوحنان من جوش حلاب، يوحنا الجوشي. حاول يوحنان ده انه يقتل يوسيفوس ولكن فشلت محاولة الاغتيال، حاول بعدها يخلعه من قيادة القسم بتاع الجليل برضو فشل. جت سنة 67 ميلادية في نهاية التمرد لما تكثف الهجوم الروماني على قوات اليهودية المتمردة، كان يوسيفوس في مدينة يودبات الجليلية وقاد عليها في غضون الحصار اللي حصل، الحصار الروماني من الجيش الروماني. الحصار استمر فترة طويلة، فيوسيفوس قرر الاستسلام، فتح أبواب المدينة أمام الجنود الرومان ولكن سكان المدينة رفضوا قراره، وبعد 47 يوم سقطت المدينة في أيدي الرومان. يوسيفوس ده عمل إيه؟ هرب هو ورجالته من يودفات
اختبأوا في مغارة. الرومان قعدوا يدوروا عليهم لغاية ما عثر عليهم بعد فترة قليلة، ولكن هم كانوا متحصنين جوه المغارة. مجموعة الرجال دول اللي هربوا، يوسيفوس واللي معاه، قرروا ان هم ما يستسلموش للرومان ولكن يقتلوا بعض عشان ما يقعوش أسرى في يد الرومان. قعدوا يقتلوا بعض لغاية ما تبقى الأخير يوسيفوس مع واحد تاني. الاثنين ندموا على فكرة الانتحار، استسلموا أو سلموا نفسهم للرومان، وبسبب القرار ده ان هم نستسلموا من الرومان، ويوسيفوس ابدا تعاون للرومان بعد استسلامه، فالرومان ابقوا عليه، ولكن ده ساءت سمعته لدى اليهود، والبعض بداوا يعتبروه خاين لليهود، وعشان كده حتى اليهود بعضهم ما بيقبلش يوسيفوس. ليه؟ لان بيعتبروه خائن. لكن لانه مرتبه كانت مرتفعه وقرر يتعاون مع روما، فروما يعني او الرومان حافظوا عليه ما قتلهوش، فنجا من الاعدام بعد اسره، وبدات تنشا صداقه بينه وبين قائد القوات الرومان فاسباسيان اللي اصبح فيما بعد قيصر وابنه تيتوس الروماني. فتعاون يوسيفوس مع الرومان ومع فاسباسيان والجيش بتاعه تعاون كامل، وبسبب تعاونهم بمعرفته طبعا لانه ده كان قائد كبير، ساعدهم في قمع التمرد لما كان اسير. في سنة 69 للميلاد أطلقوا سراحه بسبب كل التعاون اللي أظهره. في 71 خدوه على روما، وكمان ادوه الجنسية الرومانية بسبب كل المعاونات اللي قدمها واللي ساعدهم إن هم ينتصروا على اليهود ويقمعوا الثورة اليهودية وكمان يفتحوا أورشليم سنة 70 ميلادية والكلام ده كله. بموجب القانون الروماني اللي يمنحوه الجنسية الرومانية ياخد اسم العائلة اللي منحته، فطبعا عائلة فاسباسيان هي ادته اسمها، عشان كده عائلة اسم فاسباسيان اللي هو فلافيوس، فأصبح يوسيفوس فلافيوس، ده أصبح اسمه الروماني، فأصبح تيتوس فلافيوس يوسيفوس أو يوسيفوس. ولكن في كتبه كان بيصر يعرض نفسه باللغة اليونانية يوسيفوس ابن لاماتياس اللي هو متاتياهو، يهودي الأصل وكاهن في أورشليم. تاريخ وفاة يوسيفوس غير معروفة بدقة، تقريبا 100 ميلادية أو قبل ذلك بقليل. فيوسيفوس اللي غير ما بين يروح يدرس في روما، يرجع يتعاون مع الثورة، يرجع مرة تانية يتعاون مع الرومان وهكذا، واستسلم للرومان وساعدهم وأخد اسم العائلة اللي أطلقت سراحه، إلا أن رغم كده عشان اتهامه أنه هو خاين لليهود استمر بيحاول يستميل قلب اليهود ويقلل من رفضهم واتهامهم ليه ان هو خائن، وعشان كده كان دايما يذكر باسمه اليهودي. يوسيفوس ده اشار لعدة اشياء عن المسيحيين، فيوسيفوس تكلم عن يوحنا المعمدان مؤكدا ان هو شخصية تاريخية فعلا، تكلم عن يعقوب اخو الرب، تكلم عن بيلاطس البنط طبعا بالتفصيل، وكمان تكلم على الرب يسوع المسيح مرتين بوضوح. الإشارة الأولى اللي هي المهمة وهي ما تسمى تستمونيوم. طيب هل في صوت أساتذتي الأحباء؟ هل في صوت؟ طيب نشكر ربنا. الإشارة الأولانية وهي المهمة اللي جت في كتاب الأنتيك اللي تسمى تستمونيوم فلافونيوم، وفي كتابه الأخير اللي جات في الفصل 18 من 20 فصل بتاع كتاب الأنتيك قبل الأخير بجزئين فقط. آدي نصها واللي درسناها قبل كده بشيء من التفصيل اللي يحب. فهو يتكلم عن يسوع رجل حكيم، هذا إذا كان مسموح أن ندعوه رجلا. فليه إذا كان مسموح أن ندعوه رجلا مش بس رجل حكيم؟ كان فاعلا لأعمال رائعة، هو معلم إلى الرجال، أظهر لهم الحقيقة بكل سرور، لفت له انتباه الكثير من اليهود والأمميين، وهو كان المسيح المسيح. وعندما بيلاطس بوشاية من رؤساء الرجال بيننا لما رؤساء الكهنة أمر أن يصلب، وهؤلاء الذين أحبوه لم يتخلوا عنه
لأنه ظهر لهم حيا مرة ثانية في اليوم الثالث كما تنبأ الأنبياء الموحى لهم، وعشرة آلاف أشياء أخرى رائعة تتعلق به، والسبط وده تعبير اليهودي من المسيحيين تسموا باسمه ولم تنقرض حتى هذا اليوم. ده الكلام اللي قاله يوسيفوس عن المسيح، واللي زي ما قلت درسناها بالتفصيل وتأكدنا حسب أبحاث العلماء التفصيلية إنه ده فعلا لغة يوسيفوس وده فعلا ذكرها تاريخيا. الأول حاول يشككوا فيها والأبحاث أثبتت صدقها، قال لك طيب يبقى هو اللي ألف المسيحية، المسيحية موجودة من قبل يوسيفوس، طيب إذا كان قال الكلام ده ليه ما أمنش بالمسيح؟ واخدين بالكم كم مرة عشان عندنا مقولة تاريخية رائعة تقضي على كل الادعاءات مسلمين وملحدين، ان الرب يسوع المسيح شخص تاريخي، ان الرب يسوع المسيح فعلا صلب، ان الرب يسوع عمل معجزات، ان الرب يسوع المسيح قام. ورغم ذلك تشوفوا كمية الشبهات اللي بيسروها هؤلاء المشككين حتى الآن، دول مهما قدمت لهم أدلة مش هيقبلوا. أيضا يوجد نص تاني في كتاب الأنتيك جزء 20، ده آخر جزء في كتاب الأنتيك، بيتكلم فيه عن يعقوب أخو الرب يسوع المسيح ومحاكمة بعض التلاميذ. شهادة الأولانية هي عليها التركيز، وهي السبب أن كلام يوسيفوس عن الرب يسوع المسيح وأنه فعلا اتصلب وأنه هو المسيح وأنه هو تنطبق عليه النبوات، ولكن عشان ما عندناش أي دليل يوسيفوس أصبح مسيحي فبيقولوا إزاي يقول الكلام ده وهو غير مسيحي، عشان كده بيهاجموا هذه المقولة لأنها شهادة تاريخية من أقوى ما يكون، بالإضافة لبقية الأدلة من علم الآثار وشهادات المؤرخين على كل ما حصل. زي ما قلت لحضراتكم وضحت ان احنا ما نقدرش ننكر ما قلته اعتمادا على ادعاء ان هو غير مسيحي. مين قال ان هو غير مسيحي؟ احنا ما نعرفش، قد يكون تحول المسيحية واخفى ذلك، لكن المقولة والابحاث التفصيلية واللغوية والمخطوطات اكدت ان هي فعلا تعبيراته. اكرر لانه شيء مهم ان يوسيفوس كان مكرم جدا في روما من الرومان بعد اللي حصل معاه، ولو ادعى ان هو مسيح او اعلن ان هو مسيحي وهيعتبروها ان هو اتقلب ضدهم، ده هيعملوا فيه يعني هيعملوه مثال عبرة، لان المسيحية مرفوضة من الرومان جدا في هذا الزمان وبشدة، فده قد يكون من اسباب اخفاء ايمانه بالرب يسوع المسيح. ايضا اليهود بيعتبروه خائن وهو عايز يكسب ودهم باي شكل، فلو كمان قال لهم ان هو بقي مسيحي ده خسرهم للابد، وكانوا رفضوا كل كتاباته التاريخية. فرغم ما عندناش دليل، ولكن اللي بيتكلموا على العقلانية والموقف ده نقيسه بالعقل، actually العقلانية ومن شهادته لا، قد يكون آمن بالرب يسوع المسيح في نهاية حياته. فأكرر ما عنديش دليل ولا أؤكد ان هو آمن ولا لا، لكن أرفض اللي يشكك في شهادته بحجة ان هو ما آمنش. ليه؟ لان احنا actually ما نعرفش اذا كان آمن ولا لا. اكتفي بهذا القدر، وربنا يبارك حضراتكم وللمجد لله دائما. وآسف لو كنت أخطأت في أي شيء، ربنا يبارك.